السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع محاولات الوقف الشيعي والميليشيات الطائفية وأحزابها المتكررة على مدى السنوات الماضية للسيطرة على العقارات والأوقاف، جاء الاتفاق الجديد بين الوقفين السني والشيعي على تقاسم أملاك الأوقاف ليشير إلى مزيد من الاستيلاء على أوقاف أهل السنة في العراق. وعند الحديث عن مدى أهمية الأوقاف في العراق، فغالبيتها تضم المساجد والأملاك العقارية كالبيوت والعقارات التجارية عائدة للسنة، ما حدا بالوقف الشيعي ومنذ سنوات إلى محاولة الاستيلاء على الأملاك الوقفية للسنة في بغداد وديالى وكركوك ونينوى وبابل وصلاح الدين. وينص الاتفاق بين الوقفين الشيعي والسني لحسم أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة على صيغتين، إذ كشفت الوثائق أن الخيار الأول يتضمن نقل أرشيف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة إلى وزارة الثقافة خلال مدة أقصاها نهاية العام الحالي، أما الخيار الثاني فينص على تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ فرز الأوقاف الإسلامية والأموال التابعة للوزارة الملغاة وتقسيم الأوقاف السنية والشيعية. هيئة علماء المسلمين في العراق من جانبها أكدت أن التفريط بمصالح الوقف ووقفياته والمساجد المسلوبة منه تطوعاً أو بتأثير عوامل ضغط حكومية وميليشياوية أو بفعل انحياز للقضاء هو ما يهدد بذهاب كثير من أصول الأوقاف ومتعلقاتها ومواردها وفقاً لخارطة طريق معدة للاستيلاء عليها. أما العلامة الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي فقد شدد على أنه اتفاق مفرق لا جامع ومفسد لا مصلح ومثير للنعرة الطائفية والمذهبية المقيتة. سياسيون سنة وصفوا هذا الاتفاق بالخطير والكارثي والمخالف للقانون، وبعضهم من طالب باستجواب رئيس الوقف السني بالوكالة سعد حميد كمبش في مجلس النواب، بينما رد تحالف الفتح الشيعي على ما ورد بأنها لا تعد عن كونها دعاية انتخابية وإعادة لغة الخطاب الطائفي بحسب تعبيرهم. فهل صحيح أن الاتفاق الأخير يمكن إدراجه تحت بند إعادة تدوير النهج الطائفي الذي أتى مع الاحتلال الأمريكي للعراق؟ وكيف يمكن تفسيره بأنه مخالفة قانونية واستغلال وظيفي؟ وهل يحقق غايات ومنافع شخصية؟ وكيف يمكن لمن يعمل بالوكالة التوقيع على قرارات مصيرية تتعلق بالتخلي أو التنازل عن أو التفريط بأوقاف المسلمين؟ وكيف نفهم خطورة نقل الأرشيف والحجج الوقفية لوزارة الثقافة وتعريضها للتلاعب أو التلف؟ وهل يدخل هذا الاتفاق في إطار الحرمة بحسب بيان المجمع الفقهي العراقي؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها على ضيوفنا في برنامج تحت الضوء لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان السطو على أوقاف المسلمين. قبل البدء أدعوكم لمتابعة هذا التقرير. أثار اتفاق تقاسم الأوقاف الدينية بين الوقفين السني والشيعي الغضب والرفض والتنديد في الأوساط العراقية، وتلقى الاتفاق سيلاً من الحجج والبراهين الشرعية والقانونية التي تثبت بطلانه، بل وتؤكد أن فحواه الضعيف يدعو إلى تأجيج الطائفية وخدمة الأغراض السياسية. هيئة علماء المسلمين في العراق أكدت أن بعض الجهات السياسية المستفيدة هي التي تروج لهذا الاتفاق المشبوه، مضيفة أن الادعاء بأن الأوقاف قبل الاحتلال كانت تضم أوقاف جميع الطوائف والأديان يعد ادعاءً لا سند له. أغلب المساجد في العراق بنيت بتبرعات المواطنين ثم سجلت باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من دون حجة وقفية، ما يعني فقدان جميع هذه المساجد في الوسط والجنوب وبقية وعموم العراق في حال تطبيق الاتفاق المجحف الذي نص على أن تكون نسبة السنة من الأوقاف 17% في كل العراق من وقفيات المساجد والأراضي والعقارات وغيرها. أما في الوسط والجنوب فلا نسبة لهم فيها، وبالتالي فهي ستعود بأجمعها إلى ديوان الوقف الشيعي، في حين لم يتطرق الاتفاق لأملاك الوقف السني التي تمت السيطرة عليها من قبل الميليشيات والجهات الحزبية المتنفذة. مفتي الديار العراقية الشيخ الدكتور رافع الرفاعي أكد رفضه لاتفاق تقاسم الأوقاف بين الوقفين السني والشيعي شرعاً وقانوناً وجملة وتفصيلاً،
فيما وصف العلامة الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي الاتفاق بأنه مفرق ومفسد ومثير للطائفية ومخالف للأحكام الشرعية ومتناقض مع الوحدة الوطنية. اتفاق تقاسم الأوقاف بني على أساس النسب الطائفية والمذهبية، وهو مدعاة لإضاعة الحقوق وخلق الفتنة وإثارة النعرات الطائفية بحسب المرجع الديني فاضل البديري. وفي استمرار عاصفة الرفض، أكدت رابطة أئمة وخطباء بغداد رفضها التام لاتفاق تقاسم الأوقاف، مؤكدة أنه يضيع الكثير من حقوق المسلمين. اتفاق تقسيم الأوقاف يأتي ضمن انتهاكات كثيرة وكبيرة يتعرض لها السنة في العراق من قتل وتهجير واعتقالات وتغيير ديموغرافي، وما هذا الاتفاق إلا حلقة من تلك السلسلة التي تسعى إلى القضاء عليهم ومحو هويتهم. إذن مشاهدينا الكرام، نناقش في هذا الأسبوع من برنامج تحت الضوء موضوع السطو على أوقاف المسلمين. ينضم إلينا عبر سكايب الدكتور رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية عبر سكايب، كما نرحب بمصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. مرحبا بكم أستاذ مصطفى. وأيضا سينضم إلينا لاحقا الأستاذ محمد عبد الوهاب الشماع مدير أوقاف نينوى الأسبق عبر الهاتف. نبدأ مع فضيلة الشيخ الدكتور رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية. الشيخ رافع، السلام عليكم. الشيخ رافع، هل تسمعني؟ طيب، يبدو أن هناك خللا، سنعاود الاتصال بالدكتور رافع الرفاعي، ولكن أبدأ من الأستاذ مصطفى كامل. أستاذ مصطفى، هل من حق الوقف السني عقد وتوقيع اتفاقيات مع أي طرف، أم أن واجبه هو فقط إدارة الأملاك والعقارات دون أن يتصرف بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، وحييك وحيي السادة المشاهدين الكرام، وحيي فضيلة المفتي الشيخ رافع الرفاعي. نعم. جزاه الله خير، والشيخ الأستاذ محمد الشمع. نعم. الذي سينضمون إلينا في هذا البرنامج. نعم. الحقيقة أولا، هذا الموضوع هو موضوع لإثارة الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي بعد أن هدأت هذه الفتنة التي أشعل الاحتلال الأمريكي والإيراني نيرانها، وبعد أن أفلست السلطة يعني من كل مقومات الحشد التي كانت تحشد ويعني تحاول أن تجمع الناس حولها، فجاءت ويعني سقطت كل الحجج في ثورة تشرين. جاءت هذه الفتنة من جديد ليعيدوا مسلسل الفتن الطائفية التي أوجدها الاحتلال كما قلنا. هناك حقيقة عدد من القضايا لابد من تثبيتها في هذا المجال. أولا، أن هذا الاتفاق يتحدث عن تقاسم أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة. نعم. بموجب قرار حاكم الاحتلال الأمريكي بول بريمر عام 2003. نعم. وهذا الحقيقة خطأ فاحش، لأن وزارة الأوقاف يعني أو الأوقاف مدار الحديث في هذا. نعم. الاتفاق هي ليست ملكا لوزارة الأوقاف الملغاة، وإنما هي هذه الوزارة هي جهة مخولة، جهة إدارية. نعم. مخولة فقط بإدارة هذه الأوقاف والعناية بها وصيانتها والقيام على تنميتها، وليس لها حق الملكية فيها، وليس لها حق التصرف في هذه الملكية. يعني. نعم. هذه الأوقاف لا توجد لأي فرد في الدولة العراقية. نعم. صلاحية للتصرف بها أو لتغيير ملكيتها يعني على مدى التاريخ. حتى لا يجوز عقد اتفاقيات تمس هذه الأملاك. طبعا مصطفى، طبعا، خصوصا أن يعني هناك قاعدة أساسية، وهذه ربما سيتحدث بها بالتأكيد. نعم. السادة الفضلاء الرفاعي والشماع، لأن هناك شيء يسمى شرط الواقف، وشرط الواقف كشرع الشارع، وهذا هو الأساس في هذه القضية. طيب. القضية الثانية يجب أن نتحدث بصراحة فيها. الغالبية العظمى من الأوقاف التي كانت تشرف على إدارتها وزارة الأوقاف، ومرة أخرى أقول لا تملكها وإنما. نعم. تشرف على إدارتها، هي أوقاف سنية.
طيب. لأن المذهب الجعفري ليس فيه ما يسمى الأوقاف المضبوطة أو الأوقاف المخصصة لغرض معين، وإنما هناك الأوقاف الذرية. الأوقاف الذرية يعني أنت تورث أو توقف عفوا مالا أو عقارا لذريتك، أو أنا أوقف لك ولذريتك عقارا أو مالا. طيب. وبالتالي هذه الأوقاف الذرية هي مسجلة بأسماء المراجع وذرياتهم، وليس هناك أوقاف مسجلة باسم وزارة الأوقاف أو مشرفة عليها وزارة الأوقاف. طيب. دائرة الأوقاف أنشئت ابتداء وترأسها كمديرية عامة وأشرف عليها أو أدارها العلامة المرحومة محمد بهجة الأثري، بالأساس لإدارة الأوقاف السنية. طيب. لأنه كما قلنا لا توجد هناك أوقاف شيعية تابعة للسلطة أو للدولة. ثم تحولت إلى ديوان الأوقاف، وعندما تحولت إلى ديوان الأوقاف أيضا كانت معنية بإدارة الأوقاف السنية حصرا. طيب. عندما تقرر تشكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وهي ليست وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كما في بعض الدول، لأنه نحن لدينا أوقاف مسيحية وأوقاف صابئية ويهودية وأوقاف ديانات. طيب. كانت هناك بالمطلق كل الأوقاف السنية تدار من قبل وزارة الأوقاف. طيب. وهناك فقط ما مجموعه أو ما نسبته حوالي 4 إلى 5% من الأوقاف الشيعية المسجلة بأسماء المراجع. فقط 4 إلى 5% هي خاضعة أو تدار من قبل وزارة الأوقاف. طيب. ولأن الباقي كما قلنا 95 أو 96% من الأوقاف الشيعية كانت تدار من قبل المراجع ومسجلة بأسمائهم. هنا طبعا هناك نقطة مهمة يجب أن نذكرها، أنه عندما فتح العراق على في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كل أرض العراق أرض السواد سجلت وقف للدولة، ولم توزع كغنائم لجيش الفاتح للفاتحين. طيب. كما العادة في يعني فيما سبق، وهذا يعني فقط هذه النقطة إذا تسمح لي، يعني إنها لم تعتبر غنائم وتوزع على الجيش، وإنما اعتبرت موارد للدولة، وهذه بادرة تسجل وسابقة تسجل لسيدنا عمر رضي الله عنه في إدارة الدولة وفي تأمين موارد لها. طيب أستاذ مصطفى، أستمحك عذرا، سنكمل هذه النقاط التي أشرتم إليها بكل اهتمام، ولكن دعني أرحب مرة أخرى بالشيخ الدكتور رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية. دكتور رافع، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، ذكرتم في بيانكم أنه كلما اقترب موعد الانتخابات أثارت القوى السياسية عملا أو كما أسميته ربما إجراء طائفيا إن صح التعبير، كيف يمكن فهم هذا الرابط لو أوضحتم لنا فضيلتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم وبضيوفكم الكرام وبالمستمعين والمشاهدين الكرام. عليكم السلام ورحمة الله. تعودنا منذ ابتداء الاحتلال من عام 2003 إلى يوم الناس هذا، أنه مع اقتراب موعد الانتخابات فإن الأحزاب السياسية الطائفية تفعل أفاعيل وتلعب ألاعيب، الغاية منها إثارة هذه النعرة الطائفية، لأنهم يعلمون يقينا أن بقاءهم ببقائها. نعم. وهذا هو المعول الهدام الأول للعراق، وقد سعوا في كل الأساليب، تجد التصريحات النارية أو الهجوم على بعض المناطق أو القتل أو السلب أو السجن أو الاعتقالات، وهذه قد تعودها أهل السنة والجماعة على يد هذه الثلل الطائفية البقيتة اللعينة. نعم. وهذا ما لا يحتاج إلى كثير من التدبر. طيب. وإنما هذا واقع الحال. وما هذه الحالة الأخيرة في إقرار هذه الوثيقة التي تتعلق بالوقف السني والوقف الشيعي إلا ضرب من هذه الضروب المقيتة التي ترنو إلى زيادة الشقة وإبعاد المسافة بين أبناء الشعب العراقي ومن خلال ذلك الهيمنة عليه.
وإبقاء الأمر على ما هو عليه من السرقة والنهب والسلب والقتل. طيب دكتور رافع، يعني أنتم قلتم في البيان يعني محضر الاتفاق المشترك بين ديواني الوقف السني والشيعي هو من أجل تعميق البعد الطائفي، وربما تفضلت في ذلك في معرض حديثكم. في بيانكم أيضا رفضتم هذا الاتفاق وذكرتم أنه ليس من صلاحية رئيس الديوان التصرف بأي وقف بأي حال من الأحوال، لكن فضيلتكم التوقيع تم وأصبح أمرا واقعا، كيف تردون على ذلك؟ نحن سياسة الأمر الواقع لا نعتد بها يا سيدي. نعم. ولا نعترف بها. لا يوجد شيء اسمه سياسة الأمر الواقع وقبول الواقع، لا نقبل بهذا الواقع المرير. اتفاقية تجري بين طرفين تستهان بها أو يصادر بها أوقاف المسلمين وأوقاف أهل السنة والجماعة، ثم نقول هذا وقع حال؟ هذا ليس وقع حال، هذه هزيمة نكراء وخنوع وذلة. لذلك وهذه الاتفاقية من ألفها إلى يائها هي تسليم للوقف السني، لوقف أهل السنة والجماعة، لكي يكون ألعوبة بيد لجنة منحازة واضحة المعالم. اللجنة تتألف من رئيس الوزراء، نعم، ورئيس الوزراء ومدير المال وكذا، المهم خمس أعضاء من هذه اللجنة هم من الشيعة، وفقط واحد هو الذي رئيس ديوان الوقف السني وهو نعم. رئيس ديوان الوقف السني، نعم، وأغلب الأمور التي اختلفوا فيها يلجؤون فيها إلى التصويت. فماذا سيقبض أهل السنة والجماعة؟ لا يقبضون شيئا. وهذا غيظ من فيض، وفي كل فقرة من هذه الفقرات قنبلة موقوتة. لذلك حينما يرسل مثلا رئيس الديوان ويقول أصدرنا تريسا في يعني هذا الموضوع، وفرح بعض العلماء الأخوة الأفاضل أنهم سيتريثون في إقرار هذا القرار، هذا التريث ضحك على الذقون. التريث غير مقبول، لا بد من الإلغاء، من إلغاء هذا الإقرار جملة وتفصيلا، لأن التريث معناه الانتظار إلى حين غفلة ثم يوقع عليه ويصدر وانتهى كل شيء. هذا غير مقبول، لا نرضى بالتريث، وإنما ينبغي أن يلغى جملة وتفصيلا، وتعود النتائج. أول نتائج ظهرت من لجنة الفك والعزل، أول نتيجة ظهرت وتشكلت هذه اللجنة سنة 2003 من بعد بداية الاحتلال. نعم. هذه اللجنة حينما تشكلت النتيجة الأولى لها 95% من الأوقاف عائدة للسنة. طيب. و 5% تعود للشيعة وللبقية. طيب. ما عدا مما بدا دكتور رافع، هذا ألغي. دكتور رافع، وبقي الناس وبقيت هذه اللجنه يجرون ويعرون في الكلام وفي المفاوضات حتى وصلوا الى هذه المرحله من الخنوع والذل. طيب دكتور رافع، فكل فقره موجوده في هذا الاقرار لا تمد الى صله مع بأهل السنة والجماعة ولا بوقفهم، وإنما هي الغاية منها الإضرار والاستحواذ على ذلك الوقف. من تحملون المسؤولية فضيلتكم؟ من يتحمل المسؤولية؟ هل يتحمل المسؤولية رئيس ديوان الوقف السني وكالة، أم من يتحمل المسؤولية؟ يا سيدي هذه المسألة مسألة تراكمية. هي ابتدأت لجنة الفك والعزل من 2003، وابتداء كان هنالك نشاط جيد وحددوا كل شيء، ولكن بقيت متعثرة إلى أن وصلت إلى هذا الحد. هي المسألة ليست متعلقة بهذا الرجل، نحن لا نتهم الناس جزافا. طيب. وإنما المسألة هي مسألة تراكمية. أما وصولها إلى هذه المرحلة، توقيع رئيس ديوان الوقف السني وكالة عليها، هذا خطأ لا يغتفر، لا يحق له ذلك. أولا، نعم، كما بينا في البيان إنه ناظر وقف، وناظر وقف هو شأنه الإدارة وليس التنازل والمفاوضات، هذا لنا وهذا لك، هذا ليس من شأنه. اثنين، مثل هذه القرارات
لا يحق لرئيس الديوان أن يتصرف بها إلا بعد الرجوع إلى مجلس الأوقاف الأعلى، إلى هيئة الرأي، إلى الفقهاء، إلى القضاة، تشكل لجان، تحدد المسؤوليات، وتناقش النتائج التي أوصلتها لجنة الفك والعزل. الخلاصة التي فعلوها، دونوا هذا الإقرار ثم قالوا إن لجنة بحل لجنة الفك والعزل، ولعبوا لعبة قذرة فيها من الظلم والجور على أوقاف أهل السنة والجماعة الكثير. طيب. فليتقوا الله وليخشوه، فإن عاقبة ذلك الأمر خسرا عند الله عز وجل. فضيلة المفتي، مسألة تقسيم الوقف بين الديوانين على أساس الغالبية السكانية وتقسيم كركوك مناصفة بين الوقفين، هذا الإجراء إلى أي مدى هو تجاوز على حقوق الناس؟ هذا هو التجاوز فيه واضح جدا. نعم. لأنهم عندهم في بعض الفقرات من هذا الإقرار يقولون يعني حينما تغيب مثلا الحجية الوقفية، حينما تغيب القرائن، نعتمد على الغالبية السكانية الطائفية، إذا كانت الغالبية شيعية يعود إلى الوقف الشيعي، إذا كانت الغالبية سنية نعود فيها إلى الوقف السني، بمعنى أن أوقافنا في المناطق الجنوبية ومناطق الوسط باعتبار التعداد اللي هم عملوه استنادا إلى محاضر الانتخابات، معنى هذا أنه أوقافنا كلها راح تروح في هذه المناطق. لما وصلوا إلى كركوك، كركوك غالبية سنية مطلقة، وكركوك فيها مئات المساجد والجوامع ومئات العقارات الموقوفة، وليس لهم فيها الشيعة، وليس لهم فيها إلا حسينية واحدة، فمعنى ذلك أن هذه الأوقاف ستكون للسنة. فقالوا لا مناصفة. مناصفة على أي أساس؟ لأن موضوع الغالبية هنا لا ينفعهم. ثم هنالك لغم آخر في هذه الاتفاقية، وهذا اللغم هو أنه إذا اختلف في شيء يلجؤون إلى التصويت، وقلنا الغالبية لهم. ثم هنالك استثناءات خارج هذا الإطار، فبتكون بالمراضة، والاستثناءات ترجع إلى التصويت. معناه احنا يا اهل السنه والجماعه سلموا الوقف مالكم الى الجماعه واستريحوا، هذا معناه. فهذا ظلم ما بعده ظلم، ومن يتعدى على الوقف فهو مجرم، لان ملك الوقف لله عز وجل، ملكه لله عز وجل، اما ريعه وايجاره وثمرته وسبيله فهو إلى الجهة التي حددها الواقف بشرطه. نعم. طيب فضيلة المفتي، في أيضا في نفس الموضوع ولكن في شقه الثاني، ما الضرر في تحويل الوثائق والسندات والحجج الوقفية لكلا الوقفين السني والشيعي إلى وزارة الثقافة، ممن تخشون فضيلتكم؟ يا سيدي، هل توجد وزارة نقل أرشيفها إلى رئاسة الوزراء أو لا، إلى وزارة الثقافة أو إلى وزارة أخرى؟ لا يوجد هذا الشيء. هذه اللعوبة واضحة. هذا الأرشيف سيكون في وزارة الثقافة، ويعبثون فيه ما يعبثون، ما يريدون حقه ويحرقونه، وأنتم تعلمون يعني الدوائر والمخازن والوزارات، ودائما هذا الطابق الخامس، هذا تعودنا عليه الحرق في الطابق الخامس اللي يصير بالحسابات وكذا، اللي ما يعجبهم يحرقوه، واللي يريد يحولوه. وإخفاء الوثيقة سهل جدا، فبأي حق تنقل؟ هذه وثائق فيها حجيات أوقاف مقررة بها قرارات قضائية، وفيها أملاك، على أي أساس تنقل إلى وزارة الثقافة أو إلى دور رئاسة الوزراء؟ لا توجد غاية من ذلك إلا اللعب والتحريف أو الحرق. نعم. أو المصادرة، وهذا معلوم، لا يحتاج إلى يعني صافي بال حتى يفكر في هذا الموضوع.
فضيلتكم، طالبتم في بيانكم بسحب التوقيع وإعداد ورقة عمل يستعين في إعدادها علماء وأيضا فقهاء وقانونيين، لكن فضيلة المفتي، إذا لم يوافق الطرف الآخر أو امتنع السيد كمبش عن الانسحاب، ما الخطوات القادمة من جانبكم وأنتم مفتي للديار العراقية؟ أخي، هو سعد كمبش أساساً لا صفة قانونية له، يعني المسألة مو عندك سعد كمبش. طيب. يا رئيس الديوان ليس له الحق في ذلك، ومو مالك. مو مالك حتى يتنازل. هذه أملاك، هذا الملك لله عز وجل. وما عدنا احنا مجال في التنازل ولا في التفاوض، يعني لا يحق لنا المفاوضة على شبر واحد موقوف. ولكن التوقيع تم، يعني فضيلتكم مثلا التوقيع قد تم. الناصرية، نعم، وقف ناصر باشا السعدون، وقف مال مثل جامع سوق الشيوخ، وإن كانت الأغلبية الشيعية، أنا لا أتفاوض على شبر واحد منها. هذه أملاك لله عز وجل موقوفة وريعها للمسجد وللفقراء والمساكين المحيطين به. طيب، هذا بالنسبة، يعني أما إذا يريد هو يشتغلون هذا الشغل، ما هم سرقوا البلد كله، يعني هي بقت على موضوع سرقة الوقف. فضيلتكم، يعني هذا بالنسبة إلى سعد كمبش، لكن إذا الطرف الآخر لا يريد أن يسحب التوقيع، كيف ستتعاملون مع واقع الحال؟ التوقيع قد تم فضيلتكم. إذا وقع الطرف الوقف الشيعي أو لم يوقع، وقع الكاظمي أو لم يوقع، هذا ليس من صلاحية لا الكاظمي ورئيس الوزراء، ولا من صلاحيات رئيس ديوان الوقف الشيعي، ولا من صلاحيات رئيس ديوان الوقف السني. هذا أمر قضائي فيه حجج قضائية، وقضاء القاضي لا ينقض بمثله. يعني حتى لو صدروا قرارات قضائية جديدة ضد القرارات السابقة لا يستطيعون التبديل. ناهيك عن أن تشكل لجان تلغي قرارات قضائية، هذا لا يمكن أن يكون، هذا خرق لكل قواعد القوانين ونوام السياسة. طيب، بعجالة لو سمحتم فضيلتكم، أخذنا من وقتكم كثيرا، نحن نشكركم على هذا الوقت. من الناحية الشرعية، هل يدخل هذا الاتفاق في التحريم؟ أكيد. نعم. وكيف يكون التحريم؟ نعم. هذا إجرام، جريمة كبرى. ويا سيدي أضرب لك مثلا، أنا كنت أذهب إلى منطقة الراشدية والطارمية، وهذه المناطق مناطق خيرة وأهلها خيرون، ولي علاقة طيبة مع أهلها، وتكون لنا مجالس علم ودعوة وإرشاد ووعظ. فأهل المناطق هذه أوصلوا الكلام لمولانا الشيخ عبد الكريم المدرس رحمة الله عليه. نعم. قالوا جزاه الله عنا خير الجزاء، فلان يأتي وينصحنا وكذا ويعطينا دروس وعلمنا أمور كثيرة. ففرح الشيخ، فلما أتيت إلى الشيخ في زيارته قال سمعت أنك تذهب إلى كذا وكذا وجزاك الله خيرا، ولكني أنصحك نصيحة، أنت تعلم أن في هذه المناطق بساتين موقوفة لله عز وجل، فأنصحك، وأنا أعلم أنه إذا كانت موقوفة أنت لا تأكل منها، ولكن أؤكد عليك على شيء مهم، وهو أنك حينما تخرج من البستان تخلع حذائك داخل البستان وتخرج، ثم تنفض الحذاء داخل البستان حتى لا تخرج تراب الوقف، حتى لا تخرج تراب الوقف بحذائك، لأن إخراج تراب الوقف حرام. فإذا كان إخراج تراب الوقف حرام، فما بالك بهذه الألعاب القذرة التي يلعبها هؤلاء السراق وهؤلاء الذين لا يخافون الله، وليست في رؤوسهم غيرة، لا على دينهم ولا على بلدهم ولا على مذاهبهم. الشيخ الدكتور رافع الرفاعي، مفتي الديار العراقية، كان معنا عبر سكايب من القاهرة، منحتنا جزءا من وقتكم، شكرا جزيلا على هذا الوقت فضيلة المفتي. أستاذ مصطفى، ملف الأوقاف مشكلة ظهرت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003. بعد الاحتلال تم حل وزارة الأوقاف وشؤون الدينية وأصبحت بحكم الملغات، وأيضا تشكل ديوان للأوقاف لكل مذهب. من المستفيد من عملية الفصل التي جرت؟ يعني أنا أولا يعني
أشكر ما تفضل به فضيلة المفتي نعم. الشيخ رافع الرفاعي حفظه الله، وحقيقة ما تحدث به في موضوع يعني الورع الذي القصة التي أشار نعم. إليها في موضوع الشيخ عبد الكريم بيارة رحمه الله نعم. يعني لاحظ الورع حتى هذا التراب البسيط الذي يعلق بحذاء الشخص لا يجوز أن يخرج، فهؤلاء يفرطون بكل الأوقاف. طيب. هذه الفتنة حقيقة هي من مخلفات الاحتلال وناتجة عن دستوره التفتيتي للعراقيين. جرى حل وزارة الأوقاف، وهي كما قلنا تجمع كل هذه الأوقاف المسجلة لصالح الديانات المختلفة في العراق. نعم. هذا الغزو أنتج قوانين بديلة وأنتج هياكل بديلة، مؤسسات كما تسمى نعم. على مقاس وهوى الحكام الجدد الذين يتحكمون بالعراق وأوجدهم الاحتلال. طيب. وهذه الحقيقة هذين الوقفين هما بينهما أكثر من عامل تشابه. أولا أنهما ظهرا على خلفية الاحتلال الأمريكي وبعد إلغاء وزارة الأوقاف. اثنين أنهما يقومان على إصرار شيعي وسني من الأحزاب الطائفية لهذه على إنشاء هذه الأوقاف الدواوين، ديوان الوقف السني وديوان الوقف الشيعي، وعلى استمرارها. وهذا الحقيقة هذا الإصرار لا ينبع من يعني دوافع دينية، وإنما ينبع من دوافع الاستفادة. يعني الآن مثلا الوقف الشيعي فقط في الحضرة الكاظمية هناك ثلاث مدراء عامين أو مديريات عامة بهياكلها بمؤسساتها بشخوصها، هؤلاء يستفيدون من مئات الملايين من الدنانير شهريا، رواتب ومصروفات وكذا، وكذلك أيضا في الجانب الأوقاف السنية. ومن هنا يعني هذه الأحزاب الطائفية التي يعني ساهمت في تعميق مشروع الاحتلال ومحاولة يعني تركيزه وتكريسه في نعم. العراق، هي تحتاج هياكل لرفدها ودعمها وإسباغ بعض الشرعية عليها نعم. ومن هنا هذه الأحزاب هي من تصر على وجود هذين الوقفين المنفصلين لأسباب كما قلنا طائفية. والحقيقة أن هذا الصراع في موضوع الاستحواذ على الأوقاف هو يعني يرتبط بالصراع على الاستحواذ على البلد ككل يعني. وبما أن الآن كما يسمى رئيس الوزراء شيعي أو محسوب على الشيعة في الحقيقة، فإن يعني الكثير من المساجد ومن الأوقاف يجري سلبها وتحويلها إلى مقرات إلى الطائفة الأخرى. آسف للمقاطعة، ولكن ربما هناك لقاء تم بين رئيس الوزراء وبين أحد الشيوخ، سنبحث هذا الموضوع، ولكن دعني باسمكم أرحب بالأستاذ محمد عبد الوهاب الشماع مدير أوقاف نينوى الأسبق عبر الهاتف. أستاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، كما تعرف الميليشيات الطائفية وأحزابها استولت على العقارات والأوقاف الخاصة، خاصة في محافظات بغداد وديالة وصلاح الدين وبابل والتأميم ونينوى، لكن هنا من يتحمل مسؤولية التفريط عن هذه الأوقاف؟ شكرا لكم، بارك الله فيكم على هذه الفرصة، وأحييك وأحيي الإخوة الأساتذة الضيوف، بارك الله فيك. نعم. من يتحمل هذا الذي جرى من طعنات بحق أوقاف أهل السنة يتحمله النظام السياسي بأكمله. طبيعة هذا النظام السياسي المضطرب الذي جاء على تخطيط أعرج وأعور هو أنتج وأفرز هذه المنتجات وهذه التصرفات وهذه الأفاعيل. وإلا لو كان هناك دولة وقانون عادل لما حدث هذا الذي يحدث. يعني أريد أن يعلم الإخوة المشاهدون المستمعون، ربما الأغلب لا يعلم هذه المعلومة التي سأقولها. لجنة الفتوى العدل التي اشتغلت وعملت لسنين وأفرزت الوثائق والحجج الوقفية واللجنة مشتركة من الطرفين السني والشيعي توصلت أخيرا إلى أن هناك 720 وقف على المذهب الجعفري، أي أوقفه ناس من الشيعة
لذرياتهم أو ذرية من يريدون، كما نسمي وقف الحكيم، وقف آل الصدر إلى غير ذلك، ما عندهم وقف خيري كما تفضل الأستاذ الضيف الكريم. بينما كان هناك 80,000 وقف يتبع أهل السنة، أي أن أهل السنة رجل أو امرأة هم من أوقفوا هذا الوقف لأهل السنة أو للمسلمين عموما، وهو وقف لله سبحانه وتعالى. فانظر فانظر إلى الفارق العظيم والشاسع بين حجم الوقفين، الموقوفات والحجج الوقفية. 720 وقف جعفري موجود، 80,000 وقف في أهل السنة، مما استدعى أن يقوموا بطيلة هذه السنين بعدم التوقيع والموافقة واللف والدوران وإيجاد كافة المعاذير والأساليب، ومن هذا الاتفاق اللا متفق عليه، لأنه كيف يتفق وكيف يقول أهل السنة تعالوا وخذوا كل هذه الأملاك؟ هذه يعني جريمة مقننة، أسلوب قرصنة لم يجري سابقا. أخي الكريم، فليعلم الإخوة، أنا ابن وزارة الأوقاف كما هو الشيخ الدكتور العلامة رافع الرفاعي ابن وزارة الأوقاف أيضا، ووالدي ابن وزارة الأوقاف، نحن تاريخ أوقاف نعرفها بتفاصيلها. وزارة الأوقاف حين كان فيها مديريات عامة للطوائف، وكانت ترعى الكل دون تفرقة. تصور هذه المعلومة، ربما لا يعلمها الكثير. مدير أو مسؤول الأملاك في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قبل عام 2003، من هو وما هو مذهبه؟ سيستغرب البعض طبعا. اسمه جافع عبد النبي. جافع عبد النبي، هذا الرجل كان شيعيا، كان مسؤولا على كل أملاك وزارة الأوقاف التي هي بقضها وقضيها كانت أملاكا سنية. هذا الرجل جاءوا إليه بعد عام 2003 لما حدث الاحتلال، والرجل طبعا قتل. سأقول لك، جاءوا إليه قالوا تعالى ماذا عندنا نحن من الأملاك في الأوقاف؟ بعجالة لهم والله أستاذ محمد لو سمحتم بعجالة، لدينا ملفات كثيرة نريد أن نستثمر حضوركم هنا، تفضل. قال لهم ليس لدينا سوى 4% و 96% تعود إلى أهل السنة. الرجل قتل بعد أيام، قتلوه بعد أيام. ووليد الحمامي كان مدير المساجد وهو شخص شيعي، دليل على أنه لم يكن هناك تفرقة بين هذا أو ذاك أو كذا. أستاذ محمد سعود إليك. أستاذ مصطفى، الشيخ أحمد حسن الطاها كما تقول الأنباء، هذه آخر الأنباء، يعني التقى برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. مصطفى الكاظمي قال له سوف لن أمضي في هذا الموضوع، ما الذي نفهمه من ذلك؟ واليوم صدر بيان عن المجمع الفقهي، بيان مقتضب من عدة سطور، يقول أن مصطفى الكاظمي اتصل بفضيلة الشيخ أحمد الحسن الطاها للاطمئنان على صحته، وتداولوا في موضوع، وقال له يعني الكاظمي أبلغ الشيخ الطاها أنه لن يمضي في هذا الاتفاق. كلمة لن يمضي الحقيقة، وطبعا المجمع يعني رحب بهذا القرار الذي أبلغ الكاظمي به الشيخ الطاها. الحقيقة كلمة لن أمضي لا تعني الرفض، وإنما تعني التغيث. يعني لو كان مصطفى الكاظمي، الذي بالمناسبة قبل أيام قيس الخزعلي قال مصلحتنا اقتضت أن نأتي به إلى الحكم بالنص، وهذا اللقاء مسجل وموجود، مصطفى الكاظمي لو كان صادقا في موضوع يعني هذا الاتفاق، رفض هذا الاتفاق، لكان أوضح بصريح العبارة رفضه لهذا الاتفاق وإلغاءه لهذا الاتفاق. طبعا هو هذا الاتفاق أصلا يحمل توقيعه، ولكن يعني يمكن أن يقول بعد الضجة التي حصلت، بعد التوضيح الذي حصل، ربما لم يكن على علم بكل هذه التفاصيل، الآن اتضحت له الصورة، فالآن يقول أنا نعم وقعت على هذا الاتفاق، ولكن بناء على عدم قانونية وعدم شرعية وعدم كل التفاصيل التي ذكرت أنا أرفض هذا الاتفاق، ألغيه، لكن عدم المضي به شيء آخر، الآن لا أمضي به.
لكن ربما أمضي به غدا مستقبلا، ربما يمضي به الشخص القادم في رئاسة الوزراء بالضبط. ربما يعني تتغير الظروف التي تجبر، والأمر خاضع دائما في كل المفاصل المهمة في تاريخ العراق ما بعد الاحتلال، خاضع للمساومات والضغوط والابتزازات ويعني الرشاوة وكل ما المساوئ التي نعرفها. فبالتالي لكن أستاذ مصطفى، يعني الذي قام بالتوقيع هو غير مخول بالتوقيع، هو وكالة هو أستاذ أصلا مصطفى. لا يوجد عين يتفق علي على 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 تقاسمها، هو الاتفاق على يعني الاتفاق الذي جرى الاتفاق لا. القرار عليه أنه اتفاق على تقاسم أملاك وزارة الأوقاف، ووزارة الأوقاف ليست لها نعم. لا يوجد عين يتقاسم أصلا نعم. يعني هذا الاتفاق أصلا غير محل ل ل يعني للصدقية أو غير محل الصحة، لأنه اتفاق على شيء غير موجود أصلا نعم. يعني لا توجد أملاك لوزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف تدير هذه تدير الأملاك هذه فقط الأملاك. نعم. أملاك المسلمين السنة والمسلمين الشيعة، أوقاف عفوا نعم. المسلمين السنة وأوقاف المسلمين الشيعة 4% هذه التي ذكرناها، لأن نعم. الباقي أوقاف ذرية بأسماء المراجع وذرياتهم. وعلى سبيل المثال يعني مؤسسة الخوئي الآن في لندن نعم. من أين جاءت بهذه الملايين بهذه المئات الملايين نعم. أكثر من مليار دولار، من أين جاءت بها؟ من الخمس، من الأوقاف الذرية نعم. والخمس نعم. الذرية وليست الخيرية أو المضمومة نعم. والنقطة الأخرى يعني لو كان رئيس الوزراء يريد أن يقول أنا ألغي هذا الاتفاق وليس لا أمضي به، فموضوع عدم المضي يعني هو التغيث، ولكن بعبارة أخرى والتغيث نحن طيب. لا ينفعنا طيب. القضية المهمة نعم. يعني شوف هذه المحاولات الاستحواذ ترى هذه ليست جديدة، هذه محاولات لها جذور في التاريخ، أصول تاريخ يعني نعم. يعني على سبيل المثال طيب. أيام بدر الدين لؤلؤ في القرن الثالث عشر الميلادي طيب. في أيام غزو بغداد من قبل هولاكو هذا مملوك أرمني استخدمه حاكم الموصل بدر نور الدين أرسلان، وقصته في الخيانة مع جيش هولاكو معروفة، وابنه إسماعيل تزوج ابنة هولاكو إلى آخره. أقام أضرحة وهمية على مدارس لا أصل لها نهائيا، على مدارس سنية وعلى مراقد سنية، مقابر سنية في الموصل نعم. وضمن مخطط لتغيير هوية المدينة بشكل عام، وهذه نعم. مسألة بالغة الأهمية طيب. هذه المواقع طبعا بعد ذلك استردت هذه المواقع. أنا عندي يعني والحقيقة أنا مستفيد من بحث للفضيلة الشيخ الشماع في هذا نعم. المجال نعم. يعني استردت، لكن في 2005 عندما بدأت الفتنة الطائفية في موضوع الأوقاف تم الاستيلاء عليهم، طالبوا واستولوا على هذه الأوقاف التي أوجدها يعني بدر الدين لؤلؤ. القضية الأخرى نعم. الموضوع هذا أكبر، هذه الفتنة أكبر من قضية تقاسم أوقاف نعم. وأملاك معينة كما يقال، هذا جزء من مخطط أكبر. هذه الفقرة طيب. نعم. هي جزء من مخطط التغيير الديموغرافي وتغيير هوية العراق وتغيير تدخل الأوقاف تدخل في مسألة تغيير نعم ديموغرافي نعم تغيير وتدمير مقومات الحياة فيه وتهجير أبناءه وإلى آخره، هذه طيب. كلها يجب أن ننظر إلى هذه الجزئية ليست بجزئيتها مع أهميتها نعم. ولكن نعم. ضمن هذا المشروع التدميري طيب. التخريبي لتغيير هوية العراق وتهجير أبنائه. سعود إليك أستاذ مصطفى، أنتقل إلى أستاذ محمد الشماع. أستاذ محمد، المجمع الفقهي العراقي أفتى بحرمة الاتفاق وأيضا وصفه بالخطير، تعتقد أن هذا الإجراء كاف أم لابد من خطوات عملية على أرض الواقع؟ طبعا هذا إجراء أولي، بارك الله فيهم على هذه الخطوة العاجلة والتي كانت ضرورية، لكن نحتاج إلى تفعيل يعني شعبي وإعلامي وجماهيري، وإن لم تكن هذه الخطوة كافية أو تبين أنها غير ناجعة، لابد من اللجوء، أقول لابد من اللجوء إلى القضاء الدولي والمحاكم الدولية، لابد. أنا يعني أؤكد على هذا، إن لم ينتهوا ويتوقفوا عند حدهم نعم. يعني تدويل القضية أستاذ محمد الشماع، تدويل القضية نعم، في حال لم تستجب السلطات المعنية ولم تلغي، وليس تريث، نحن لا نريد تريثا، هذا التريث هو
قضية تخديرية بين ما تهدأ الأوضاع والأمور تبدأ تمرر هذه المسائل واحدة بعد الأخرى بعيدا عن الإعلام، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. نحن إن لم ينتهوا ويلقوا شرعي والغير قانوني من أساسه، فنحن إذا أقول إذا عجز المسؤولون أو تقاعسوا أو عجز القضاء العراقي، يبدو أن هناك خلل في تحويل قضية أوقافنا. طيب أستاذ محمد سعود إليك. أستاذ مصطفى، يعني على سبيل المثال مرصد آفاد يوضح أن الاتفاق هو مخالفة قانونية وإدارية، وأيضا حذر من تهديد السلم الأهلي والمجتمعي. هل هذا مدعاة للتخندق الطائفي في العراق أستاذ مصطفى؟ يعني التخندق الطائفي على المستوى الشعبي لا يوجد، طيب، ولكن على المستوى الحزبي وعلى المستوى السلطة وعلى مستوى الميليشيات وعلى مستوى القوات الأمنية كل هذا موجود، لأنها كل هذه الأدوات خاضعة للتحاصص الطائفي والحزبي بين الأحزاب المشتركة في مشروع الاحتلال الموجود. طيب. حقيقة هناك مسألة مهمة، يعني هذه النقطة البالغة الأهمية التي أشار إليها الشيخ الشماع في موضوع التحكيم الدولي. يعني أولا يجب أن نفهم أن مهما قام به هؤلاء الذين يتحكمون بالعراق من سيطرة أو استحواذ أو استملاك أو تغيير جنس أو تغيير مالك، وهو كلها ليس كلها هذه ليست من 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 حقوقهم أو بمستطاعهم، لأن هذه أموال شرعية، أموال يعني مسجلة لرب العالمين وليس ليس لأحد القدرة، لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا وزير ولا أي إلى آخره. أوليات كل هذه الأوقاف والحجج الوقفية والسجلات والسندات العقارية كلها موجودة بنسخ داخل وخارج العراق أيضا. يعني على سبيل المثال كل الأوقاف التي كانت مدرجة في أيام الدولة العثمانية كلها لها أصول في إسطنبول. وأيضا كلها هذه الوقفيات التي كانت في العراق مصورة وعلى يعني الوسائل الخزنة الرقمية. وكلها موجودة بنسخ داخل وخارج العراق، موجودة أيضا في سجلات الطاب والتسجيل العقاري، موجودة في المحاكم، لأنه لا يوجد حجة وقفية بدون محكمة. طيب. بدون قرار محكمة. طيب. فبالتالي موضوع تغيير ملكيتها حتى لو تم فإن هذا لا يمكن أن يستمر. موضوع القضاء، نحن القضاء في العراق قضاء الآن هو قضاء خاضع للمساومات والابتزاز وخاضع للتوجهات الطائفية بل وللإملاءات الإيرانية بصريح العبارة. وبالمناسبة هو نقل الوثائق إلى وزارة الثقافة. يعني لاحظ أن وزارة الثقافة الآن بسيطرة من؟ سيطرة ميليشيات عصائب أهل الحق. فإذن يعني من يتحكم؟ من سيتحكم بهذه؟ فالقضاء أيضا خاضع للميليشيات وخاضع للإملاءات الإيرانية بشكل واضح ومطلق. طيب. وبالتالي يعني يجب أن يمكن أن تنتقل هذه القضية إلى قضية التحكيم الدولي. ويجب أن تتدخل الدول التي لها يعني مصلحة في عدم تغيير هذه الأوقاف في العراق. أستاذ مصطفى، بالإضافة إلى ذلك هو موضوع بعجالة لو سمحتم، ولكن يعني دعني أنتقل إلى الأستاذ محمد عبد الوهاب الشماع. أستاذ محمد، إذا ما تحدثنا عن الحلول بقيت لدينا دقيقة ونصف. هناك من طرح عدة حلول، على سبيل المثال إقالة رئيس الديوان بالوكالة، وأيضا ترتيب مجلس الأمانة حيث تكون المسؤولية جماعية وليست فردية. هل هذا ممكن في هذا الظرف أستاذ محمد؟ بدقيقة لو سمحتم. نعم، في القائد الإداري في بلبلة وعمل الصوت يصلنا متقطعا أستاذ محمد، أنا أعتذر من عندك جدا. الأستاذ محمد عبد الوهاب الشماع مدير أوقاف نينوى الأسبق كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لكم. إذا ما تحدثنا عن الحلول أستاذ مصطفى، ما المطلوب في هذا التوقيت لنقضي هذا الاتفاق؟ يعني العودة إلى وزارة موحدة. نعم. وإلغاء هذه الدواوين الطائفية، هذا أمر مهم. هذه وزارة واحدة لإدارة هذه الأوقاف. نعم. وليس لتغيير ملكيتها، لا يمكن لأحد أن يغير ملكيتها مهما سلبت ومهما غيرت، فستبقى هذه الحقوق
موجودة، هذا الحال السلبي والشاذ والغير الطبيعي في العراق لا يمكن أن يدوم إلى يوم القيامة. طيب. لابد يأتي يوم تتصلح فيه، يتصحح فيه مسار الأحداث، وبالتالي تعود يمكن الأمور يمكن إلغاء هذا التوقيع، يمكن إلغاءه، ممكن يلغي؟ طبعا يمكن أن يلغى، لأنه أصلا غير 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 شرعي وغير قائم، يعني لا وجود له. يعني أنا أبيعك دارا غير موجودة، ما قيمتها؟ يعني كيف يمكن أن تسجل دارا أنا الآن أبيعك دار غير موجودة؟ طيب. لا أملكها أولا وغير موجودة أصلا. نعم. كيف يمكن أن يعني تذهب وتسجلها؟ نعم. حتى لو رحت سجلتها وأخذت فيها سند عقاري عندما لا يمكن الاستفادة. أنا أشكرك الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، شكرا جزيلا لكم. شكرا. ومشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.